من الجزائر مراسلنا هناك حسان جزائري. إذن هذا المشروع، مشروع تعديل الدستور، سيطرح الخميس المقبل على البرلمان. هل هناك توافق وطني شامل داخلي على مشروع الدستور أم ربما يتعرض لانتقادات كبيرة؟ نعم، عشية أمس تم إحالة النسخة النهائية للتعديل الدستوري إلى غرفة البرلمان لدراستها قبل مناقشتها والتصويت عليها يوم الخميس. الجديد الذي أتى في النسخة النهائية مقارنة بالمسودة الأولى هو إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد أن أثير كثيرا من الجدل في الساحة السياسية على خلفية هذا المنصب وأنه يكون بالتعيين ولا يكون بالانتخاب، بينما أثير جدل سياسي آخر هو متعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، حيث تنص النسخة النهائية على أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، وهذا ما اعتبرته بعض الأطياف السياسية بأنها نقطة غير دستورية، ويجب أن يتم تنصيب هذا المنصب أن يكون عن طريق الانتخاب ولا يكون عن طريق التعيين، من أجل استقلالية أكبر ومصداقية أكبر للسلطة المستقلة للانتخابات. كما نصت بعض البنود الجديدة في التعديل الدستوري على رفع نوع من الحصانة التي كانت من قبل نواب البرلمانيين تم رفعها فيما يخص قضايا الفساد، حيث أنه فور تورط أي نائب في قضية فساد أو قضية إجرام فإنه سيتم رفع الحصانة مباشرة عليه، سواء طواعية من طرف نفسه أو عن طريق المحكمة الدستورية، حيث تم استحداث محكمة دستورية في مكان المجلس الدستوري ذات صلاحيات واسعة. كما تم إلغاء منصب وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء، وسيكون رئيس المحكمة العليا هو الذي يرأس هذا المجلس، كمحاولة من السلطة للفصل بين السلطة التنفيذية وأيضا السلطة القضائية. في انتظار الآن التصويت كيف سيكون في غرفتي البرلمان، الكثير يقول بأن التصويت سيكون بدون مشاكل، خاصة أن هذا البرلمان من ناحية سياسية مطعون في شرعيته، لكن سنرى ردة الفعل الشعبية بخصوص هذا الاستفتاء.